السعر عمال بينزل عشان كل يوم فيه جديد. كان الاول مثلا النوكيا بتاع زمان دوت مثلا كان بينزل كل سنه موديل، دلوقتي كل 5 6 ايام موديل. الاسعار بتنزل كده كده، الاقبال على ولا على المستعمل ولا على الجديد دلوقتي. يعني النهارده الحد واحنا المفروض الحد بيبقى اجازه مثلا، بس عشان في ركود جامد فاحنا بننزل وبنسعى وربنا يسهل ان شاء الله. الاسعار طبعا هناك في موديلات كتيره نازله، طبعا كل موديل بيتلغي بينزل موديل احدث منه، فالاسعار نفسها بتتغير، اللي من الموديل الحديث بيموت الموديل القديم في سعره. بس فالاسعار عامه يعتبر متوسطه، يعني هو في نزول في الاسعار عشان خاطر مش نزول السوق او لركود السوق. الامر الثاني لانه في موديلات جديده بتموت الموديلات القديمه، اكتر موبايلات عليها اقبال. والله ممكن يعني شركه اوبو، شركه انفينكس طبعا في العملاق بتاعهم نازل اس 5 دلوقتي، ده هيدمر الدنيا طبعا لانه نازل 6 رام 128 جيجا، ده هيبقى سعره مناسب. يعني ممكن ارخص تليفون هيبقى في ال واربعه كاميرا كمان وبطاريته 4000، فده هيبقى ارخص تليفون في الفئه بتاعته في الشريحه بتاعته مع الامكانيات بتاعته. سامسونج برضو شغاله، طبعا هواوي اللي هي طلعت بره السباق طبعا، وهونر طبعا ماتت خالص. قطع الغيار دي كلها بتستورد، الحاجات الداخليه في حاجات بتستورد بنجيبها، وفي حاجات بنفك تليفونات تقطيع بناخدها منها، حاجات كتيره زي سماعه زي شاشه زي تاتش. الاغلبيه دايما بتبقى اسعار الشاشات والتاتشات اوفر جدا فوق قوي. شاشه ب 1000 جنيه، شاشه ب 800 جنيه، اقل شاشه ب 450 جنيه، ب 400 جنيه، شاشه وتاتش مش يعني حاجه زي كده. لو تذكر ب 450 جنيه 500 جنيه. ممكن تصلح تليفون يكلفك 1000 جنيه، وممكن تصلح تليفون يكلفك 200 جنيه حسب اللي فيه. يعني لو جاي شاشه بيكلفك من 1000 فيما فوق حسب نوع الجهاز. يعني في موبايل بيركب حاجات اوريجينال تصنيع، اوريجينال تصنيع دي بتيجي من الصين، اللي هو مثلا انضف واحد بيركب شاشات مثلا. التليفون ما بينزلش حاجه، يعني ما بيعتبر حتى لو اتفك والشاشه اللي ركبت اوريجينال تصنيع ما بيبانش اصلا اللي هو اتفك. التقفيل نفسه بيبقى زيه زي الاوريجينال بالظبط.